عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعدوا كل عام وانتم بخير. عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبروك. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير. مبروك انتم تعيدوا بخير. عيدكم مبروك وكل عام انتم بخير. عيدكم مبروك، كل عام تعيدوا بخير. عيدكم مبروك، كل عام انتم بخير. عيدكم مبروك يا ربي، يا ربي شافينا من هذا المرض تاع كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم وبين الساعين. عيدكم مبارك وكل عام ان شاء الله وانتم بألف خير. وعيد مبارك لكل الأمة الإسلامية والجزائرية بصفة خاصة. لا يسعنا في هذا العيد إلا أن تكون فرحتنا ناقصة بما يجري في فلسطين وبالضبط في غزة المرابطة. ندعو لهم إن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين باش يرفع عليهم إن شاء الله هذا الغبن وينصرهم إن شاء الله نصرا عزيزا مؤزرا، وإن شاء الله رب العالمين تكتمل الفرحة نتاعنا إن شاء الله بتحرير المسجد الأقصى ولما لا الصلاة فيه. ونقول لإخواننا الفلسطينيين نحن معكم سواء كنتم ظالمين مشي أو مظلومين، لأنها في اللغة العربية أو تختلف عن و، وإن شاء الله بإذن الله النصر قادم لا محالة لا محالة لا محالة. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، وإلى الأمة الإسلامية عامة وإلى الجزائر خاصة. كما لا يسعنا أن نذكر إخواننا في فلسطين. نتمنى من الله عز وجل أن ينصر نصرا عزيزا. ونقول للفلسطينيين قلوبنا أو قلوب الجزائريين عامة معكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية إن شاء الله، ونسعى الله تبارك وتعالى أن يا إخواننا بفلسطين الله إن شاء الله يزقهم الصبر إن شاء الله ويقوي إيمانهم إن شاء الله، ونطلب من الله عز وجل أن يرحم أمواتهم وشهداهم إن شاء الله إنه على كل شيء قدير. وعيد سعيد مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت عيد سعيد كل عام إن شاء الله عقب العام الجاي. الحمد لله هذا العام اللي ربي رحنا عيدنا هذا العام مش كما العام اللي فات، وصلينا في الجامع الحمد لله وقاع، وعقب العام الجاي إن شاء الله وتعيد وتعاود إن شاء الله. السلام عليكم وعيد سعيد مبارك لجميع الأمة الإسلامية والشعب الجزائري بالخصوص وخاصة الشعب البشاري، ونتمنى يزول هذا الوباء إن شاء الله وتعم الفرحة للجميع إن شاء الله، وعقب العام الجاي إن شاء الله. نسأل الله تعالى وبركاته كل عام وأنتم بخير. نهنيكم ونهني الشعب الجزائري وخاصة الشعب القدسي بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى إن شاء الله رفعنا هذا البلاء وهذا الوباء إن شاء الله. عيد مبارك سعيد بهذه المناسبة الطيبة. نقول للمسلمين جميعا تقبل الله منكم صالح الأعمال، وفي نفس المناسبة نسأل الله تعالى أن يقوي صف المجاهدين في الأقصى الشريف وأن يطهره من اليهود والنصارى وبارك فيكم.